يلا نسوي لوحة جديدة صغيرة. عاد هذه شوي سايزها أكبر منهم. هالمرة بستخدم أصفر وبرتقالي لأن ما استخدمته في هذه اللوحات. بشي أخذ أصفر وحطه على اللوحة كامل. بعدين بالبرتقالي بسوي غيوم. الحين بأخذ أبيض بحطه تحت الغيوم وبدمجه. الحين بالأسود برسم هنا جبال. سويت نجوم بالأبيض. الحين بحط هنا أزرق وفوق أبيض عشان أبين كأنه ثلج. آخر شي لازم بالبني حدود اللوحة. شوف اللوحة شلون صارت، ألوانها حدها غير عن خواتها.